السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. لبيك يا ربنا وسعديك، والخير كل الخير في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على الحبيب محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته، إنك حميد مجيد. أما بعد، إخواني وأحبابي في الله، آيات عباد الرحمن في سورة إيه؟ سورة إيه؟ صدمة. أنا عارف إن أنتوا عارفين، بس يعني سورة الفرقان. سورة الفرقان السورة اللي بعدها إيه؟ طب السورة اللي قبلها إيه؟ لا بصوا بقى كده، إحنا كده مش هنلمس مع بعض خالص، كده مفيش كيمياء بيننا وبين بعض خالص. طيب كل واحد بقى يطلع المصحف بتاعه، كل واحد يطلع البطاقة بتاعته. ها يلا يا إخواني، اللي معهوش بطاقة يجيب بطاقة من على جنب. يلا، وحد كل واحد يوزع مصاحف على اخوانه، عايزين نوزع بطايق. مفيش واحد يبقى معهوش بطاقة الليلة ان شاء الله يا اخواني. يلا رجالة، مفيش واحد بيمشي في الشارع من غير بطاقة. الحملات مالية البلد، حملة من حملات الاخرة تيجي عليك وانت معكش بطاقة تبقى مصيبة. طب انا عايز بطاقة. مصحف معرفش يدخل في الجيب بتاع سبقك بها عكاشة، جزاك الله جزاك الله يا باشمهندس، ربنا يحفظك. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. ها سورة الفرقان، خلاص افتح معايا صاد 365، صفحة 365. ده آيات عباد الرحمن. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا إيه سلامة. صفحة 365 آخر صفحتين في سورة الفرقان، آية 63. السورة اللي بعد الفرقان سورة إيه يا سيدي؟ ياد يا مذاكر، ياد يا مذاكر، غشش على طول ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. حب أنا الإخوة اللي بتعرف تلقط بسرعة دي في الامتحانات، إن شاء الله بتصرفوا يعني. يعني سبحان الله العظيم يا اخواني، يعني والواحد جاي وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا، والواحد جاي ولقى يعني الشوارع بقت معركة انتخابية على اي حاجة، يعني معركة انتخابية على نادي، معركة انتخابية على نقابة، تلاقي الشوارع اتقلبت معارك سبحان الله العظيم. رغم ان ممكن يعني الجنازة حرة والميت يعني ماهوش حاجة جامدة اوي يعني ولا حاجة يعني. سبحان الله، فذكرت قول الله سبحانه وتعالى الذين يمشون على الارض ايه ايه هونا. يا عيني يا عيني على اللي معرفش قيمة الدنيا، يا عيني على الغلابة اللي بيحسب ان الدنيا لها قيمة، يا عيني والله يا جماعة اللي مع الناس اللي معظمة الدنيا ومعظمة الكرسي ومعظمة الفلوس ومعظمة العربية ومعظمة الموبايل التاتش ومعظمة الايباد ومعظمة، يا عيني على اللي معظم كل حاجة في الدنيا والشياكة اللي فيها والزخرفة اللي فيها. هنا هنتكلم عن ناس يمشون على الارض، على فوق، ناس عاليين. فاول ثمرة للعلو بتاعهم كانت كلمة هونة، لما طلع فوق فبيبص على الدنيا من تحت كده قال ايه ده، هي دي يا دنيا غري غيري. كلمة بتاع سيدنا علي بن ابي طالب، يا دنيا غري غيري، يعني كأن تخيل واحد مننا جارته مثلا عندها 80 سنة مثلا، ويعني انسانة كبيرة خالص، ويعني خلاص وبقت كبيرة جدا في السن، وشها بقى وش كبير جدا في السن، فمرة من المرات قامت رايحة عاملة شد وش، وقامت لابسة باروكة، وقامت حاطة 3 كيلو مصاحيك تجميل، وقامت لابسة لبس يعني ايه، وعملت في نفسها البدع وعمليات تجميل، ومشت في الشارع، فالشباب بقى مش واخد باله، فالشباب بيعكسها، فجرها يبص لها ويضحك كده ولا ايه، غري غيري، روحت حاجة على حد تاني مش علي انا، والله لو عملت في نفسك ايه. فجماعة اللي بيعلى وبيبص للدنيا من فوق هيقولها يا دنيا غري غيري، روحت حاجة على حد تاني، ده انا عرفت حقرتك وعرفت ضالتك. عشان كده اول ثمرة لعلو الايمان يمشون على هنا. المفسرين قالوا ان هو حرف ايه، ها
حرف ايه؟ استعلاء، حرف استعلاء، ان الناس دي عاليين على، يعني رجليه ماشي على الارض ولكن قلبه في السماء فوق. فاول ثمر للعلو بتاعه هونة، اي مستهينين بها، اي مستهينين بها، استهانة بالدنيا، انه عارف ان الدنيا راحت جد، اقبلت ادبرت، يعني حلت او حلت، كست او كست، الدنيا من اولها لاخرها بجميع الاحوال بتاعتها هونا يستهينون بها. ويعني الشيخ احمد بيقرا في صلاه العشاء قول الله سبحانه وتعالى: ام نجعل الذين امنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الارض ام نجعل المتقين كالفجار. ربنا انا بيستدل بالايه دي على ايه؟ الايه دي ربنا بيستدل بها على ايه؟ بيستدل بها على ايه؟ انا عايز شويه طوب يبقوا جنبي كده عشان اعرف اتعامل. بس بيستدل بها على ايه ياض؟ قال ام نجعل المتقين كالفجار. بيستدل بها على يوم القيامه، على ان لازم يبقى في دار اخره، والا لو ما فيش دار اخره هيبقى افجر الفاجرات هم واطهر الطاهرات في النهايه زي بعض، هيبقى اعظم الصوامين القوامين هم وافسد المفسدين زي بعض، هيبقى هتلر في النهايه زيه زي اي امام من ائمه الحق في العالم، هيبقى الشاب اللي زنى كل ليله زي الشاب اللي قام الليل كل ليله، هيبقى في النهايه كله هيتساوى. ينفع كله يتساوى؟ يبقى ربنا عدل، يبقى ربنا يبقى اذا اخواني ام نجعل الذين امنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الارض، هنساوي دول؟ ام نجعل المتقين كالفجار. اعلم اطلعهم، اعلم تصوركم عشان تفهموا يعني ايه دار اخره. عشان كده الايه اللي بعدها على طول كتاب ايه؟ انزلنا يعني ايه جاي من فوق؟ كتاب جاي لكم من فوق، يعني ايه جاي لكم من فوق؟ يعني اللي هيرتبط بيه هيعلى لفوق، هيبقى فعلا يمشون على، هيبقى انسان عالي لما يرتبط بهذا القرآن. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. نبتدئ يا اخواني في التعليقات على هذه الايات العظيمه الجسيمه الجليله المهيبة، يعني آيات عباد الرحمن لها في صدر المرء. يعني وأنا يعني أنا قلت المرة اللي فاتت أنا مستخسر أشرحها، يعني فعلا أنا مستخسر أشرحها في درس. أنا عايز آيات عباد الرحمن ديت إيه، أقعد أنا وأحد إخواني كده نتدارس فيها كلمة كلمة وحرف حرف، لأن فعلا كل حرف له معنى. وكانت البداية وعباد الرحمن، ده دي البداية، عباد الرحمن، عباد الرحمن يعني كلمة أولها عبادة، يعني أولها العبادة، يعني أول حاجة تقربك لربنا العبادة، أكتر حاجة تقربك لربنا العبادة. ولما عبدوا ربنا، ربنا عمل لهم حاجة مهولة يا جماعة، ربنا عمل لهم إيه؟ نسبهم لنفسه وعباد الرحمن. يعني ايه نسبهم لنفسه؟ يعني تخيلوا مثلا واحد مثلا راجل اعمال كبير ويقول لك فلان وفلان دول رجالتي، رجالتي في الشركة دي، وكله شغال عندي بس دول رجالتي، دول دون كل اللي شغالين عندي دول بالذات رجالتي، يبقى دول اللي اعتمد عليهم، دول يعني زي ايه برضه؟ ولله المثل الاعلى، زي اب مثلا عنده اولاد كتير، ففي ابن عاجبه قوي وبيسمع كلامه قوي يقول له انت اللي ابني بحق وحقيقي، قال لا طب والباقي مش اولادك؟ ما كل الناس عباد الرحمن يا جماعة، هو في حد مش عبد الرحمن؟ هو في حد ما هو كل الناس عباد الرحمن؟ امال لما ربنا يقول عليه دول بالذات عباد الرحمن؟ ولله المثل الاعلى، الاب بيقول لابنه انت اللي ابني بحق وحقيقي، انت اللي افرح بنسبتك ليا، انت اللي هتشوف الابوه اللي بحق وحقيقي مني بقى. عشان كده كلمه عباد جت مع كلمه الرحمن، العباده طالعه منهم من الارض للسماء والرحمات نازله عليهم من السماء للارض. يبقى اذا ربنا شرفهم بحاجتين، الحاجه الاولانيه نسبهم لنفسه، وكفى بهذا شرفا، انك تبقى ماشي على الارض وربنا في الكون كله بينسبك ليه، ده عبدي وعباد الرحمن. حاجة تانية ان ربنا عاملهم بالرحمات، ربنا غمرهم بالرحمات. كل العبادات اللي هنشوفها دي ما هي الا رحمات يا جماعة من الله سبحانه وتعالى. وفي النهاية كمان قل ما يعبأ بكم ربي، ربنا حمل عنهم اعباء حياتهم كلها، جعلوا همهم هو الله، فجعل الله فكفاهم الله هم كل شيء، جعلوا همهم هو الله. معاملة عالية قوي من اول الايات كده، الناس دي اتعاملت مع ربنا معاملة عالية قوي،
فربنا عاملها معاملة غير الناس برضو. عاملوا ربنا رقم واحد بلا عبادة عباد، رقم اتنين عباد الرحمن، عاملوا ربنا بمعرفة الله. الناس دي يا جماعة ما عبدتش غير لما عرفت هي بتعبد مين. فلما عرفت الرحمن صح عبدته صح. عشان كده كل جملة من الجمل اللي جاية وكل كلمة هيقولوها وكل عمل هيعملوه ده من ثمار فهم اسم الله الرحمن. انك انت تعيش مع اسماء ربنا، انك انت تستصحب اسماء ربنا في حياتك، انك انت قلبك يبقى مليان بمعاني اسماء ربنا، دي اكتر حاجة هتخليك تعبد وتقرب من ربنا. طب يا جماعة الناس دي يعني الناس دي صح؟ طب انا اعرف منين انا صح ولا غلط؟ طب انت تعرف منين انت كويس ولا وحش؟ طب انت تعرف منين الوقت اهو ربنا ناسبك لنفسه ولا لا؟ ما هي غيبيات يعني دول خلاص، انما انت الوقت قاعد اهو. طب انت حلو، طب انت ربنا راضي عنك، طب غضبان عليك ولا عياذ بالله، طب مقربك، طب انت عند ربنا من عباد الرحمن، طب انت بعيد، طب تعرف منين؟ حد يقدر يقول لي تعرف منين علاقتك بالله او علاقة ربنا بيك او رضا ربنا عنك قد ايه؟ تعرف منين حالك مع الله شكله ايه؟ ها رقم واحد، خلي دي رقم اتنين، عايزين رقم واحد. ايوه ما هي دي، بس عايزين باللفظ بقى اللي السلف قالوه. رقم واحد الاستقامة. ما هو عباد الرحمن الذين ايه؟ الذين تتنزل عليهم الكرامات، واذا جاء احد ليؤذيهم تخسف السماء، يتخسف به الارض. مش كده ربنا ما اتكلمش على الكرامات اللي عملها لهم، ربنا اتكلم على الاستقامة اللي فتح لهم فيها. يبقى اول حاجة تعرف بيها ربنا سبحانه وتعالى انت عنده ايه؟ الاستقامة. انك انت تنام تعبان وتلاقي نفسك صاحي من غير منبه على اذان الفجر، او صاحي من غير منبه على قيام الليل، انك انت تلاقي نفسك ما بيفوتش عليك صلاة، الصلوات اتيسرت لك، العبادة اتيسرت لك، الصحبة اتيسرت لك، التربية اتيسرت لك، تيسير الهداية من الله، ان يرزقك الله الرؤى الموجهة التي تعلمك ما عندك من خلل، ما عندك من نقص، التي توجهك ايه الصح وايه الغلط، او ترى لك تيسير الهداية، الاستقامة، ان ربنا يفتح عليك في القيام ولو بنص ساعة قبل الفجر بس بقى مستمر، يفتح عليك في الصيام، يعينك على صيام اتنين وخميس، يعينك على ذكره، يفتح لك ابواب طاعته، ان ربنا ييسر لك امرك في الدين. يبقى اول حاجة تعرف بقى انت قريب من ربنا ولا بعيد عنه، انت مستقيم ولا لا. بس انت فكرك انك بتستقيم بتخطيطك ولا بفكرك ولا عشان درسني تنمية بشرية ولا عشان وادي التايم مانجمنت في حياتك مية مية وبتعرف تدير وقتك ومنظم اوقاتك، ولا عشان انت اصلا شاطر في الدنيا فما دخلت الدين بقيت شاطر فيه، ولا عشان يا ابني انت ما بتقومش الليل غير بالله، انت ما بتصومش غير بالله. اوعى اسم الله المتكبر، اوعى تنسى نفسك، اوعى لو ربنا فتح لك في طاعته تنسى نفسك وتحسب انها بيك، ده هو اللي فتح لك. عشان كده وكذلك انزلناه ايات بينات وان الله يهدي من يريد. ايها المعرض عنا، ان اعراضك منا لو اردناك جعلنا كل ما فيك يردنا. ايها المعرض عنا، ان اعراضك منا، ان عدم قيامك منا، ان تركك للقرآن والتلاوته منا، ان عدم جريان ذكر الله على لسانك منا، ان زهدك في طلب العلم منا، ان عدم قدرتك على غض البصر منا، ان عدم اشتعال الايمان في قلبك وتوهج قلبك بالايمان منا، لو اردناك جعلنا كل ما فيك يردنا. هتلاقي قلبك مليان رغبة والدين بيتفتح لك طرقه حتى وانت بتجاهد والابواب مقفولة، بس ربنا رزقك الصبر اللي تقف بيه على الباب. لو اردناك جعلنا كل ما فيك يردنا. يبقى انت لازم تفهم هذه الحقيقة يا اخواني في الله، تعرف منين انك صح وعباد الرحمن. طب يا رب انا عايز اعرف انا منهم ولا لا، انا بقرب ولا ببعد. واحد الاستقامة،
الاستقامة. ربنا مديك استقامة، ربنا مديك احيانا يا جماعة واحد يكون ابواب الدين متقفلة قدامه، ولكن ربنا رزقه مجاهدة واصرار، وانا هحاول وانا هقف على الباب لحد ما اموت يا رب يا ربي. ده من الله، وما صبرك الا بالله. ده لو سبت هيشوف الفتح اللي هياخده بعد كده. يبقى اول حاجة الاستقامة. رقم اتنين، تعرف منين انت فين عند ربنا؟ اذا اردت ان تعرف مقامك فانظر اين اقامك. الاستعمال. يبقى بعد الاستقامة ايه؟ الاستعمال. ربنا استعملك ولا لا؟ جالك وظيفة، جالك جواب، وانا اخترتك في الدين ولا لا؟ ايا مكان الاستعمال. بصوا يا جماعة، الشركة من اول الـ 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 الحارس اللي واقف على الباب لحد مدير الشركة كله استعمال، وكله حاطط بادج الشركة على صدره، كله شرف، كله شرف. يبقى اذا الاستعمال في اي ثغر من الثغور، بس ان ربنا يستعملك. طب رقم ثلاثة، تعرف منين بقى؟ الكرامة. وقال يعني من قال ان استقامة افضل من الف كرامة. الكرامة اللي هي ايه؟ اجابة الدعاء بقى. وان كان اجابة الدعاء يعني مش كرامة، اجابة الدعاء ده المفروض معاملة طبيعية بين الكافر وبين ربه، مش بين اصلا المسلمين ربه. ولكن في هذا الزمن اللي كثرت فيه موانع اجابة الدعاء، بقى اجابة الدعاء بتعتبر من الكرامات. كرامة اجابة الدعاء، الكرامات الدنيوية، تيسير الرزق، ان ربنا ييسر لك امر رزقك عشان يفرغك وقت كبير لدينه. تيسير الحال، تيسير الامور، النجاة من المهالك الدنيوية. يبقى اذا اخواني في الله لازم تراقب انت فين يا ابني من ربنا، انت بتقرب ولا بتبعد. واهم حاجة قلناها الاستقامة. وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا، الذين يمشون على الارض هونا، يمشون على الارض، يمشون على الارض، يمشون على الارض. الكلمة اللي لما فقدناها الدين، شوفوا منظر الشارع شكله ايه، فضيحة في وشنا كلنا. شوفوا منظر القهوة اللي بتفتح واحدة ورا واحدة ورا الجامعة، فضيحة في وشنا كلنا. لانه ما بني الباطل بناء الا هدم من الحق بقدره، وما بني للحق بناء الا هدم من الباطل بقدره. احنا قاعدين في الدرس الوقتي وما بنعملش حاجة، لا خرجنا قلنا للناس حرام ولا حلال. مجرد وجود هذا الدرس هدم للباطل بره، ومجرد ان في باطل بيهدم من قلوب من الحق في قلوب الناس بقدر ما بني. يبقى يمشون على الارض، المنهج اللي لما الملتزمين تخلوا عنه، لما بدأ يقولك فضائيات وهن من خلال الفضائيات 20 مليون واحد هيتفرجوا علينا، يا ابني ربنا بيقول يمشون على الارض. اخطر منهج تغييري في الحياة يمشون على الارض، اخطر منهج بنائي وتربوي في الحياة يمشون على الارض. يعني الكلمة دي يا جماعة ذكرت في نفس السورة بس في اولها، بس مش مع عباد الرحمن، مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الاسواق. نفس الكلمة ذكرت مع رسول الله، جت الوقت ذكرت مع المؤمنين، نسخة، نسخة على طريق النبي، نسخة انا ومن اتبعني، نسخة على طريق النبي. لما بيجوا يصلحوا بيصلحوا بنفس طريقة النبي عليه الصلاة والسلام، طريقة النبي. يمشي في الاسواق، الاسواق اللي ربنا اتكلم عنها في سورة الفرقان ده اسواق مكة. اسواق مكة يا جماعة ما كانش تجارها مسلمين في الوقت ده، كان كلهم كفرة. النبي كان بينزل يتواصل اجتماعيا مع الناس اللي بعيدة عن ربنا. النبي كان بيعمل جسر بينه وبين كل الناس عشان يدعو كل الناس. النبي كان بينزل في كل مكان وبيكلم الناس في كل مكان، عشان كده كانوا هيتجننوا من النبي عليه الصلاة والسلام. ليه؟ عشان الحراك الاجتماعي بتاعه، عشان يمشون على الارض، عشان المنهج ده. الصحابة طلعوا زي النبي عليه الصلاة والسلام، الصحابة لما لقوا قدوة طلعوا زيه. عايزين اخطر منهج تغييري يمشون على الارض، ان احنا يا جماعة نتحرك بين الناس. ربنا ما قالش هنا يمشون على الارض رايحين شغلهم ولا رايحين دراستهم ولا رايحين يشتغلوا في الدعوة الى الله، لان الناس دي حياتها كلها دعوة. الناس دي وهم نازلين الدراسة نازلين يدعوا الى الله،
وهو رايح شغله رايح يدعو الى الله، وهو رايح محله رايح يدعو جيرانه في الدعوة الى الله، وهو بيدعو الى الله. الناس دي حياتها كلها جولة، الناس دي راكبه الميكروباص وراكبه التاكسي بتدعو الى الله، الناس دي حياتها كلها دعوة، حتى وهو ماشي من اجل ان هو يوصل لمشوار من مشاوير الدنيا. انما الوقت الاخ ينزل الكلية يرجع يقول لك انا محبط، الشباب ضايعين، يا دي الخيبة يا اولاد. ما هو انت حضرتك اللي المفروض تغير ده. الاخت مثلا بتشتغل ولا اخت نازلة مثلا الشارع ولا ترجع الناس ضيعة، انا عندي هزيمة نفسية، انا ايه؟ لما انت تتهزم نفسيا امال مين اللي يغير؟ يمشون على الارض. اخطر منهج تغييري انك انت كل واحد فينا يبقى صاحب رسالة، هو بيتحرك في دراسته في شغله في دنيته في دعوته في بيته في كل حاجة، بيتحرك بالدعوة الى الله، بيغير الناس بالدعوة الى الله، ماشي فكرة الدعوة. الحاجة التانية يمشون على الارض. اخطر منهج بنائي وتربوي لك انت مش تحت الارض يا جماعة، على الارض. احيانا في مناهج تربوية بتعتمد على انك لازم تتعزل عن الواقع وتتدفن عشان تتربى، يقولك اتدفن عشان تتربى. النبي مرباش الصحابة كده، النبي ما قالش للصحابة اتدفنهم عشان تتربوا، النبي كان قال لهم ان هم يدخلوا الخلوة بتاع دار الارقم، بس بالنهار يبقوا 20.5 الناس يمشون على الارض. الاخ اللي بيتربى بعيد عن الواقع، ساعات تلاقي اخوة كتير كده، تلاقي اخ يعني في حاله كده، وتلاقي دايما ايه يعني مش قضية انتقاد يا جماعة، انما قضية ان لازم يكمل الصورة اللي عنده، وتلاقي دايما في حاله. هم 3-4 اللي بياخد معهم الجلسة العلمية مثلا اللي بياخدها لوحده، ما بيصاحبش حد، ما بيتكلمش مع حد، ما تلاقوش حتى ماشي في الشارع تلاقيه ماشي في الشارع ملوش دعوة بحد، ما بيتعاملش مع حد. ده المشكلة بتاعته، انه لما بيتربى بقى ما بيبقاش عارف الواقع، فمش عارف يغير في الواقع. عشان كده غلام الاخدود راح اتربى على ايد الساحر، راح اتعلم على ايد الساحر ايه على ايد الراهب قصدي على ايد الراهب. غلام الاخدود خرج ملى الدنيا دعوة الى الله، والراهب فضل في مكانه لحد ما قتل. ليه؟ طب ما العلم اللي عنده غلام الاخدود هو اللي عنده الراهب، يعني الاتنين خدوا نفس الموضوع، انما الغلام اتربى على الارض، غلام الاخدود اتربى جوه الكهف، الراهب قصدي اتربى جوه الكهف، انما غلام الاخدود اتربى على الارض. غلام الاخدود راح للساحر الاول، دخل قصر الملك الاول، وده كان من تربية ربنا ليه ومن اصطناع ربنا ليه، انه يشوف الباطل يشوف الدنيا فيها. فلما شاف الحق ما قدرش يسكت، قال انا لا يمكن اسكت ابدا، ونزل يدعو الى الله. عشان كده الاخ اللي بيتربى انت ممكن قلبك يتعصر، الجامعة وفتنها، الشوارع وضلالتها، الناس واللي هم فيه، انت تربيتك وسط الواقع المحتدم ده هتخليك بكرة بطل من الابطال. بس لو عرفت تثبت، لو عرفت تستمر في طريق الدين، لو انت اللي اثرت على الواقع مش الواقع اللي اثر عليك، ودي اخطر حاجة في عباد الرحمن، ان هم اللي اثروا يمشون على الارض. طب الاخ اللي بينزل ما بيرجعش لان الوقت اثر بالواقع، انا عايزك انت اللي تاثر في الواقع. طب اتاثر ازاي؟ طب اثر في الواقع ازاي؟ طب اعمل ايه؟ هي دي المفاجأة بقى يا جماعة اللي موجودة في ايات عباد الرحمن، ان عباد الرحمن يقول لك والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وايه وذرياتنا. ده الناس دي كانت متجوزة ومخلفة يا جماعة، الناس دي ما كانتش ما انا مش متجوز عشان ما اجيبش واحدة تبهدلني، ولا عيالي يقولوا لي في مصروف البيت يا بابا، ولا انا هتفرغ لدين. الناس دي ما كانتش متفرغة، يمشون على الارض. الناس دي كانت بتشتغل يا جماعة، الناس دي كانت بتشتغل وبتاكل من عمل ايديها وبتاكل من مكسب ايديها، الناس دي كانت شغالين، موظف، تاجر، اي مهنة من المهن. الناس دي كانت يا جماعة شغالة ومتجوزة ومخلفة، يعني الناس دي ما كانتش فاضية 24 ساعة للدين ولا حاجة، وفي نفس الوقت عاشوا في وسط مجتمع. والذين، يعني من الحاجات الغريبة في ثناء الله على عباد الرحمن انه دايما يثني عليهم بالنفي. يعني يثني عليهم بالنفي؟ لا يدعون مع الله إلها آخر، مش يوحدون، لا يدعون، لا يقتلون، لا يزنون، لا يشهدون الزور. هو ايه ده؟ يعني ازاي يعني؟ لم يسرفوا، لم يقتروا. هو في ايه؟ هو الناس دي لما اجي مثلا اقول مثلا ايه احمد ده شاب من شباب الجامعة، ما شاء الله ما شاء الله، ما بيضربش ترامادول ما شاء الله، يبقى ده معنى ايه؟
ان الجامعه كلها بتضرب ترامادول. فانا اقول ما شاء الله ما بيضربش ترامادول، يبقى معناه ان كل جامعه بتضرب ترامادول. لما اقول لك فلان ما شاء الله ما شاء الله زاهد في الدنيا، يبقى معناه ان الناس وحوش بتجري على الدنيا جري الوحوش دلوقتي. لما ربنا يقول لك للذين احسنوا الحسنى وزياده ولا يرهق وجوههم قطر ولا ذله، هو ايه ده؟ ربنا بيقول لك يوم القيامه ما شاء الله، ده لو وشهم هيسود ولا هيتمرغوا في التراب يبوسوا الجزم عشان حد يديهم حسنه ويشيل عنهم سيئه، ولا هيبقى وشهم زي الزفت الاسود والبلك الاسود يوم القيامه. هو ده معنى ايه؟ انك لو بصيت في ارض المحشر لن ترى الا هذه الوجوه والعياذ بالله اللي على قطر وزله. فمجرد ان هو ليس على وجه قطر وزله ده ما شاء الله. عشان كده اخر من يعبر من على الصراط النبي عليه الصلاه والسلام يقول لك وهو بيمر زحفا على الصراط فتسفح النار مره ويكبو مره، والراجل بيكافح يا عيني. تخيل ماسوره ميه كده من افريقيا لحد امريكا الشماليه، وده بيعدي على والصراط حجمه اكبر من كده قد ايه، وده على قد ما كان بطيء في طريقه الى الله بطيء النهارده، وعلى قد ما كان بيقع في المعاصي في الدنيا بيقع على الصراط النهارده. بهدله يا عيني، ده شكله قعد سنين، ده شكله مثلا قعد له 1000 سنة على الصراط ولا حاجه، حاجه يعني عذاب العذاب يعني. ده اخر من يمر على الصراط، فاول ما يعدي من على الصراط في الاخر كده بقى يلاقي نفسه عدى، فاول كلمه يقولها ايه؟ الحمد لله الذي اعطاني ما لم يعطي احدا من العالمين. الحمد لله ان ربنا اداني اللي ما اداهوش لحد. هو ده معنى ايه؟ الراجل ده لو كان شاف واحد بس قدامه او وراه عدى ما كانش قال الكلمه دي، يبقى معناه ان كل اللي قدامه وقعوا وكل اللي وراه وقعوا. ده هو بعدي بيحسب ان ما حدش من البشريه من تاريخها من ايام ادم ليوم القيامه نجا الا هو. ده هو بيحسب كده ما عدى، ده معناه ان يا عيني الـ يعني كل اللي قدامه وكل اللي وراه وقعوا والعياذ بالله. فده معناه ايه يا جماعه؟ ده معناه ايه؟ ده معناه لما ربنا يقول والذين لا يدعون مع الله الها اخر، ما شاء الله، معناه انهم عاشوا في مجتمع مليان شرك. ولا يقتلون، معناه انهم عاشوا في مجتمع مليان بلطجه، واسهل حاجه ان واحد يشيل مطوه ويغت واحد ولا يغث واحد ولا اربعه يثبتوا شاب على الطريق السريع ويقوموا ضاربينه بالرشاش ويقوموا عايشين في مجتمع مليان بلطجه واجرام. ولا يزنون، ان الزنا اسهل ما يكون، المواقع الفاسده والزنا اسهل ما يكون. والذين لا يشهدون الزور، الزور هنا يا اما اعياد الكفار، معناه ان هم كانوا عايشين في مجتمع مليان اديان تانية ومليان ضلالات وباطل، يا اما الزور اي زور بقى، اي زور والعياذ بالله على الله او على المخلوق. واذا مروا باللغو، والزور زي برامج التوك شو كده، انسان كان عايش في واقع مليان ضلال ومليان شبهات، زي قول الله واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام الجاهلون، زي بتوع التوك شو كده قاعدين يشتموا فيكم ويتكلموا عليك ويتكلموا على الملتزمين ويتكلموا على الملتزمات. كان في مجتمع مليان علمانيه ومليان شبهات ومليان حرب على الدين. واذا مروا باللغو مروا كراما، اللغو مجتمع مليان كوره ودوري درجه ثالثه ودرجه ثانيه ودرجه اولى ودرجه ممتاز وكاس مصر وكاس العرب وكاس افريقيا وكاس اوروبا والدوري الاسباني والدوري الانجليزي وكاس العالم وابطال القارات والاولمبيات والماتشات الوديه مليان، والحفلات والقرى السياحيه والشواطئ والقنوات والمجتمع مليان لغو مليان لغو. يبقى اذا الناس دي يا اخوانا الحاجتين اللي نخرج بيهم من الكلام ده، ان عباد الرحمن ما راحوش اتربوا على المريخ ورجعوا، عباد الرحمن اتربوا في وسط البيئة الطبيعية اللي احنا عايشين فيها ده. عباد الرحمن اتربوا في وسط بيئة مليانة فساد. اوعى تفتكر ان ليك عذر انك انت ما تقتربش من الله بسبب الفساد اللي حواليك. الناس دي عاشت في وسط الفساد ده كله ووصلت لربنا، والناس دي ما سابتش الدنيا، ده الناس دي كانت متجوزة ومخلفة وشغالة ووصلت في الدين. يبقى اذا يا جماعة الدين مش صعب، الدين عايز واحد صادق. طب برضه وصلوا ازاي؟ يا عم الكلام انت بتقوله ده يعني بص بقى، انت قاعد تقول لي كلام لا يدخل العقل ولا يجي على دماغي. عايز تقول لي انهم عاشوا في الضلال اللي احنا عايشين فيه ده والفساد ده، وكمان متجوزين ومخلفين وبيشتغلوا
وغرزين في الدنيا ده ايه؟ وعايز تقولي بعد كل ده انهم بقوا عباد الرحمن الذين يمشون على الارض واللي كل همهم الدعوة واللي على اللي عاليين وقلوبهم في السماء رغم ان رجلهم على الارض ويبيتون لربهم سجدا وقياما بعد الطحن في الدعوة طول النهار، يروحوا بالليل يناموا لهم ساعتين ثلاثة ويصحوا يقوموا الليل لحد الفجر. انت عايز تقول لنا، انت عايز تقول لنا وتقنعنا ان عباد الرحمن دول عاشوا في الواقع ده والمسؤوليات دي والفساد ده ووصلوا لده كده ازاي؟ شوف بقى ازاي، شوف السر بقى. قال تعالى وعباد الرحمن، ولا وعبد الرحمن؟ عباد، عباد دي جمع ولا مفرد؟ جمع. اسمع بقى الكلام اللي بيصطدم مع الطبيعه النفسيه المصريه للاسف يا جماعه. احنا لما دخلنا البيت ربنا دخلنا بيت ربنا بالامراض النفسيه اللي اتربت عندنا في المجتمع بتاعنا ده. المجتمع بتاعنا ده يا جماعه مليان مشاكل. يعني مثلا الشعب الامريكي، كل شعب له نفسيه. الشعب الامريكي اللي احتك مثلا بحد منه، الشعب الامريكي شعب واخد على الفرح، يعني ما يزعلش نفسه ابدا. يعني لو ابوه وامه واولاده ماتوا في يوم واحد يقول لك يا سلام يا سلام. شوف بقى الموقف الجميل ده، ده الموقف ده جماله ان انا بتعلم منه مش عارف ايه عشان اخد خبره في الحال ايه، ما يزعلش نفسه. هو مبني على ان لازم افرح، هي دي الدنيا افرحها انا افرحها. مبني على الشراكه، يعني ايه؟ يعني دماغهم واسعه، ما عندهمش الغباء اللي عندنا ده، ما عندهمش المصايب اللي حصلت بعد 25 يناير عندنا دي اللي هو فكر السيطره. هو عنده فكر السيطره بس مؤمن ان لازم احط ايدي في ايد غيري. 50 دولة حطوا في ايدهم في ايد بعض وبقوا امريكا، ما عندهمش حاجة غير حاجة اسمها روح فريق. يعني مثلا دكتور احمد زويل لما خد نوبل وجه هنا فالمذيعة تقول له حضرتك اكتشفت الاختراع المذهل ده ازاي؟ يقول لها مش انا يا بنتي، ده فريق، انا معايا فريق. تقول له ما شاء الله على التواضع بتاع حضرتك، ما شاء الله. تواضع ايه يا تواضع يا غلبان؟ مش فاهم حاجة يا عيني يا بنتي. دول ناس مؤمنين بروح الفريق في كل حاجة. لو هيصنعوا لب وفول سوداني هيعملوا فريق، ما عندهمش حاجة اسمها فرد، عندهم حاجة اسمها الشراكة من أجل النجاح والتميز والوصول. فالناس عندها شراكة. فمفيش الفكر ده هنا حتى في التيار الديني. يا عيني التعصب يعني أكتر حاجة كرهت الناس في كثير من الملتزمين بعد 25 يناير، التعصب، فكر السيطرة مش فكر الشراكة، مش فكرة نكسب وكسب كل الناس معايا واوصل واوصل كل الناس معايا والباب اللي ربنا فتحه لي افتحه لكل الناس معايا. للأسف الشديد يبقى الامريكان عندهم فكر الشراكة، عندهم تلت ايه؟ فكر السيطرة. بس السيطرة مش من الكتف القانوني، مش بالسيطرة من خلال انه يعمل حاجة مميزة على اي حاجة في الدنيا كلها. يعني مثلا زي فراخ كنتاكي كده مثلا، يعمل فراخ ايه محدش عارف نفسه فيها، زي مثلا ايه الاجهزه الكهربائيه اللي بيصنعوها، زي مثلا ايه القنبله، يصنع حاجه محدش عارف يصنعها فيسيطر من خلال التميز الايه؟ التميز المتفرد عن من سواه. فده فكر، دي شخصيه. اي امريكي هتقابله هتلاقي دي شخصيته. اي واحد امريكي هيتعامل معانا، اليابانيين مثلا واخدين على الجديه، واخدين ان الحياه كفاح، واخدين ان احنا لازم نتعاون ولازم نشتغل ولازم نستمر، وانت حته ترس وانا حته ترس وفي الاخر بنبقى مكنه مع بعض. المصريين بقى يا جماعه للاسف الشديد، المصريين النفسيه المصريه مش واخده على الاستمرار في حاجه. عشان كده تلاقي الشاب، تلاقي الدرس مثلا في مثلا 1000 شاب، بعد 3 شهور الدرس يبقى فيه كام شاب؟ بعد 3 شهور يبقى كام شاب؟ 1000 شاب برضو، بس دول غير دول. بقدرة قادر اتغسل المسجد، نفس السحن اللي قدامي ده. يعني شوف المسجد ده، انا والشيخ احمد جلال ادينا فيه قبل كده كم مرة، والمسجد ما شاء الله بيتملى برضو. مفيش يا ابني، مش ممكن. نفسي الاقي حد مكمل يا جماعة 3 سنين قدامك كده وشه معاك، ما حدش بيكمل. 50 كل درس 50 بيقعهم و50 بيدخلوا جداد. فبعد شهرين 3 بيكون اللي موجودين كلهم ايه؟ الواد اللي يعني الحريف او اللي بيكملوا 4-5 شهور. وبعد كده بيختفي ما بتشوفوش. نفسي اشوف حد بيكمل. ده يا جماعة مش عيب، ده مش عيب تدين. ده عيب طبيعة، ده طبيعة عندنا هنا.
عدم الانضباط في الشغل. يعني ايه 8؟ طب خليها 8 و10، طب خليها 8 وربع. بص يا عم الشيخ انا معادي معاك الساعه 5، بس لو اتاخرت ل6 استناني ل7، ما جتش 8 امشي 9. خلاص بقى انت هتقرفني ليه وتيجي تكلمه؟ يعني الانضباط، الجديه، الاستمراريه، الايمان ان مفيش حاجه هتيجي من غير استمراريه. يا جماعه احنا ليه كده يا جماعه؟ الطبائع دي لو ما اتغيرتش مش هنوصل لحاجه، مش هنوصل لحاجه. عشان كده انا بقول لك الكلام ده، وانا بقول لك ليه عباد الرحمن وصلوا. هتقرا قصه عباد الرحمن نفس الفوائد اللي هنخرج بيها. لو فاكرين قصه اصحاب الكهف، نفس الفوائد اللي هتخرج منها من اصحاب الكهف. اللي وصل اصحاب الكهف هو اللي وصل ذو القرنين، هو اللي وصل عباد الرحمن، هو اللي وصل مؤمن آل فرعون. هو نفس الفوائد اللي هتخرج بقى من قصه مؤمن آل ياسين. لا تجادل ولا تناقش يا اخ علي، هو يا ابني طريق واحد. نفسي يعني والله اخواني انا مش عارف اعمل ايه. يعني نفسي اوصل للملتزمين رساله ان يا جماعه الدين مش كده، الدين مش هيجي بالطريقه اللي انتوا عايشين بيها ديت. وقت ما يجي لي مزاج احضر احضر، وقت ما يجي لي اخلع اخلع، وقت ما يجي لي يا اخوانا لازم الجديه، ولازم الاستمراريه، ولازم الانضباط، ولازم سماع التوصيات اللي بتسمعها هنا كانها توصيات مقدسه. ولازم تفهم ان لما بقعد معاك جلسه في ايه، زي ما احنا الوقت اهو، الوقت قرب يخلص واحنا قاعدين في ايه، انا قصدي ان انا اقعد معاك في ايه، انا عايزك تعيش مع دي، مع النقطه دي. ولما لازم تفهم يا ابني ان يعني لما بنقعد مع بعض، او لما مثلا تقعد مع دكتور عبد الرحمن الصاوي، هو بيديك خبره 25 سنه من حياته، 25 سنه من حياته بيديهم لك كده، او 30 سنه من حياته بيديهم لك كده، تتعلم منهم وتستفيد منهم. عايزين يا جماعه شويه حرص على الدين، شويه حرص. يبقى العربيه، انا عايز اتعلم سواقه العربيه، حاضر، حط لي المفتاح في الكونتاك، استنى ما تدورش المرش، حط رجلك على بتاع اللي على الشمال ده اسمه ايه، المرش، دبرياش، حط رجلك على الدبرياش، مور الفتيس. عارفين مور الفتيس؟ اصلا بتعلم سواقة عربيات، مور الفتيس. وبعد كده خلي رجلك على الدبرياش، هات لا استنى ما اجيبش الاول، دور العربيه، العربيه لقطت، حط رجلك على الدبرياش تاني، هات الاولاني، وانت بتشيل رجلك من على الدبرياش حطها على البنزين واحده واحده، هتبدا العربيه تطلع. الله اكبر، العربيه طلعت، عربيه طلعت، قوم بقى حطت رجلك على الدبرياش تاني، هات التاني، وبنفس الطريقه تشيل رجلك من على الدبرياش وانت بتحط رجلك على البنزين عربيه. ويبقى الف مبروك انت عرفت السوق. مفيش واحد بقى يبص العربيه، انا عندي وجهه نظر في طريقه سواقه العربيات. حبيبي مفيش وجهه نظر، اللي اخترع العربيه دي هو بيقول انها ما بتسقش غير كده. لا انا بقى ممكن بقى افهم طريقه جديده. لا تجادل يا اخ علي، يا ريت نسمع نصيحه يعني من قال هذه الجمله، ايا من كان من قالها ومتى قالها وفي اي حاجه قالها. يا جماعه لا تجادل يا ابني، ده طريق اهل الكهف ما وصلوش غير كده، مفيش ابتكارات. الانبياء ما وصلوش غير كده، عباد الرحمن ما وصلوش غير كده. والله لو اتدنت هي كده، ما بتتوصلش غير كده. والله انت بقى صديق وربنا هيوصلك بالولاية، انت حر، انا ماليش دعوة، انا بتكلم على سنة ربنا في البشر، هي كده. كنت النهاردة في شرح سورة الحج كنت بكلم الاخوة، ليه سورة الحج بقى سورة الانبياء؟ سورة الانبياء كلمتك عن بطولات الانبياء المذهلة المبهرة. واحد تبص كده وشايف سيدنا موسى واقف في وش الفراعنة، سيدنا ابراهيم بيترمى في النار ويقول حسبي الله، فانت مذهول. فسورة الحج جاء الحج اللي هو القصد بقى، اللي هو السلوك الى الله، اللي هو استنى بس، استنى استنى، ما تبقاش عامل زي اللي شاف مصارع في التلفزيون، بطولة المصارعة جابوا له 400 كيلو حديد، الله اكبر، قام شايلهم، صاحبنا بص فتح بقه، قام نازل على الجيم قال للمدرب هات له 400 كيلو حديد، يا عم هتعمل بهم ايه، هات له 400 كيلو حديد، حطهم، قام وقع تحتهم، فطس تحتهم ليه؟ مش معنى لما تشوف البطولات بتاعت سورة الانبياء اعرف ان البطولات دي توصل لها من خلال طريق، يبقى امشي في الطريق اللي هو طريق الحج بقى.
اللي هو أصول الوصول إلى الله من خلال سورة الحج، اللي هي معالم على طريق الوصول إلى الله من خلال سورة، قواعد السر إلى الله من خلال سورة الحج، هي اسمها حتى سورة الحج سورة القصد، اللي عايز يوصل لربنا، اللي عايز يقصد ربنا. يبقى إذن يا إخواني لما نشوف عماد الرحمن في وسط البيئة فاسدة وأبطال في الدعوة وأبطال دول، ما تنبهرش بالبطولات وبعد كده تروح البيت تلاقي نفسك ما انتش عرفت يا بيتونا لربهم سجرا والقيامة، تقوم تحبط. يا ابني دول عملوا حاجات وصلوا بيها، هتعمل اللي عملوه هتوصل، مش هتعمل اللي عملوه عندك البحر المتوسط في شمال مصر روح اشرب منه، ما كفكش عندك البحر الاحمر في شرق مصر، ما كفكش عندك نهر النيل اطول نهر في الدنيا، ما كفكوش التلاتة، عندك 5000 حيطة اخبط راسك في الحيطة مش هتوصل، مش هتوصل، وانت مش هتوصل. طب وانت يعني وانت يا ابن القرآن بيقول ان اللي ما خدش باسباب الوصول مش هيوصل، ربنا يمن عليا وعليك بقى، ده منا من ربنا، انما القواعد احنا بنمشي عليها وربنا من عنده الفتح سبحانه وتعالى. الناس دي عملت ايه عشان توصل يا اخوانا؟ وعباد مش وعبد، عباد، ده في بيئة ايمان، ده في مجموعة، الذين يمشون مش يمشي، واذا خاطبهم مش خاطبه، قالوا مش قال، والذين يبيتون مش يبيت، والذين اذا انفقوا مش انفق، والذين لا يدعون مش يدعو، والذين لا يشهدون مش يشهد، والذين اذا ذكروا مش ذكر، والذين يقولون مش يقول، والذين اخوانا الناس دي ما عاشتش غير وسط بيت ايمان. عشان كده من اكتر الحاجات اللي زهلاني في ايات عباد الرحمن، يمشون على الارض هؤلاء كلهم كلهم، يعني الصف كله كده، الصف كله كده. انا دلوقتي بقابل اخ قمة الاجتهاد، وبقابل اخ تاني خيبة والعياذ بالله، بقابل اخوة ما شاء الله الانطلاق، وبقابل اخوة تانية يا عيني والعياذ بالله خزلان، حيرة الخزلان زي ما قال حيرة الخزلان والعياذ بالله، بهذا الاخوة. انما ربنا بيقول لك امن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون كل امن، كل امن، الكل مستوى واحد او مستوى متقارب او في ثوابت. اما يعني اما رحت مع اخوة التبليغ في بنجلاديش وفي مصر وقابلتهم في السعودية وفي كل حتة تروح في الدنيا تشوفهم، ها كلهم كلامهم واحد، كلهم اعمالهم واحدة، كلهم ترتيب يومهم واحد. ليه؟ لان هم بيئة ايمان واحدة، لان هم انصهار داخلي واحد. هي دي بقى عشان كده من الحاجات المذهلة انك تلاقي كلمة نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العبادة من عبادة العباد الى عبادة رب العباد، ومن ضيق الاديان الى ومن ضيق ومن جور الاديان الى عدل الاسلام، ومن ضيق الدنيا الى سعة الدنيا والاخرة. تلاقي الكلمة دي مروية عن 3 صحابة في مواقف مختلفة في الفتوحات. ليه؟ فكر واحد، ترتيب واحد. طب الناس دي والذين يبيتون لربهم سجدا والقيامة، يبقى لما هنمشي الوقت مش واحد هيروح ينام عشان يصحى قيام ليل، واحد هيروح يهق على الفيسبوك شوية، وواحد هيروح يقف على ناصية الشارع مش لاقي حاجة يعملها، واحد هيروح يلعب كرة للساعة 2 الفجر، وواحد هيروح يلعب جيمز ولا بلاي ستيشن في أي بتاع للساعة. يبيتون لربهم سجدا وقيامة، ده ترتيب الدين بتاعهم الليل بتاعهم كلهم. واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامة، مش التوك شو شتموا فيهم، واحد يروح يحضنهم ويقول لهم انتوا كويسين والله بس خد بالك، واحد يروح يطلع معاهم، واحد يروح يشتم فيهم، واحد يسهر على الفيسبوك ليل نهار يشتم فيهم، وواحد يقاطعهم، وواحد يجاملهم، موقف واحد، كلام واحد، رد فعل واحد. امتى يا جماعة هنوصل للدرجة دي؟ امتى هنوصل ان اللي يكلم ده اهو وبالليل يقابل ده اهو وتاني يوم يقابل ده اهو وبعد بكره يقابل ده اهو ويسافر يقابل ده اهو، يقول الناس دي شيء واحد، الناس دي فكر واحد، مش احنا منهج واحد؟ مش احنا منهج واحد يا اخوانا؟ مش احنا بنقول القران والسنه فهم سلف الامه؟ مش احنا بنقول احنا ماشيين ورا اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام؟ مش احنا بنقول الاتباع مش منهجنا واحد؟ احنا ليه يا اخوانا؟ كل واحد بحال غير التاني، كل واحد له حاجة غير التاني. سيدنا موسى واذ قال موسى لفتاه لا ابرح حتى ابلغ،
قال لك طب سيدنا موسى مش عايز يريح، طب بيقول لفتاة ليه؟ قال لك لانه لازم يسخن اللي معاه ويبقوا على درجة عزيمة واحدة، لانهم لو ما بقوش على درجة عزيمة واحدة لو واحد من الشلة بتاعتك وقع هيوقعكم كلكم، لو واحد نام هينيمكم هيعطلكم كلكم على الاقل. يبقى لازم كلنا نخاف على دين بعض، لازم كلنا نفهم ان لازم يبقى في بيئة ايمان تجمعنا. يبقى ضمير الجماعة اللي في هذه الايات من اول كلمة لاخر كلمة لحد في الجنة اولئك يجزون مع بعض في الجنة، يبقى ضمير الجماعة ده يعرفك ان الناس دي كانت عايشة بيئة ايمان يا جماعة، بيئة ايمان، وما فيش حد هيوصل من غير بيئة ايمان. اول حاجة الانبياء عملوها ايه؟ اول حاجة سيدنا محمد عملها ايه؟ دار الارقم، بيت ايمان. اول حاجة سيدنا ابراهيم عملها ايه؟ طهر بيتي للطائفين والقائمين، بعد كده اذن في الناس بقى وانزل للناس وقت الناس، اعمل الاول بيت ايمان. اول حاجة بيئة ايمان، ان يبقى في مكان لما نتقابل فيه مع بعض نبقى خلاص. يعني تيجي درس الشيخ احمد جلال مثلا احنا شلل بقى، يعني ايه الورشة دي مع بعض والورشة دي مع بعض والورشة دي مع بعض. فالنهاردة مثلا يقول لنا ايه، مثلا يقول لنا قيام الليل، يبقى كل الورش دي الاسبوع ده بتصح بعض في قيام الليل وبتسند بعض في قيام. طب المرة ده حفظ القرآن، يبقى الورشة مع بعضها، العيلة دي مع بعضها، الجو الاجتماعي ده مع بعض. يا اخوانا احنا مش قابلين الدين. انت انا عايزك انت معانا تعرف كم واحد من اللي حوالينا دول؟ بص كده، لا بص ما تكسفش، احنا حبايب، انت وسط حبايبك. ايه ده تعرفه من المسجد ولا تعرفه اصلا من بره؟ تعرفه من بره اصلا؟ لا تعرف كم واحد من المسجد لما دخلت؟ ولا واحد. طيب انت تعرف كم واحد في المسجد هنا؟ انت تعرفه بره المسجد ولا من هنا؟ من المسجد ده واحد. طب كويس جدا، تعرف مين تاني من المسجد؟ انت في ورشة؟ انت في ورشة؟ طيب الراجل ده في ورشة. يعني الراجل ده ماشي على الطريق بفضل الله سبحانه وتعالى، فبدأ يعرف ناس من المسجد. انت في ورشة؟ ما انتش في ورشة؟ معلش ناس في المسجد. فهمتوا الليلة؟ فهمتوا القصة؟ هنقلبها هنا. ايوه احنا عايزين صنايعية، انا عايز ملتزم صنايعي. اما سمينا كلمة ورشة كنا قصدين نسميها ورشة. عايزين صنايعي، عايزين اخ صنايعي، اخ يعرف عنده صنعة في الدعوة، صنعة في نصر الدين ربنا سبحانه وتعالى. المقصد يا اخواني انك انت اي واحد فيكم دخل اي كلية، دخل اي دفعة، اول ما الشاب بيدخل اي دفعة اي كلية جديدة اول حاجة بيدور عليها ايه؟ اصحاب يعملهم في ليه، صح ولا لا؟ اول حاجة واحد راح شغل جديد اول حاجة بيدور عليها ايه؟ اصحاب في الشغل. او واحد سافر عقد عمل وراح يشتغل في مؤسسة اول حاجة بيدور عليها ايه؟ اصحاب في المؤسسة. ليه؟ لانه عارف ان ده طريق عمره، فهو لازم يلاقي صحبة جوه هذا الطريق. ده معناه انه قابل الطريق، معناه انه مصمم انه يوصل في الطريق. انت عارف انت ليه لما دخلت المسجد ما تعرفتش على الملتزمين الموجودين؟ عارف ليه؟ لانك ما انتش فاصل ان ده طريق عمرك. هي دي الحقيقة، دي الحقيقة اللي انت مش واخد بالك منها، لانك ما انتش داخل بنية ان انا لحد ما اموت هنا يا رب. هي دي الحقيقة، انت لو فاصل للطريق ده هتدخل. اهم حاجة عندك اتعرف على مين، ليه؟ عشان اكون بيئة، عشان اكون عيلة. انما احنا داخلين بمزاج الهوى بتاع برة، في هنا عيال متكحرطة، فينا عيال معاه عربيات 4x4، فينا عيال روشة وروشة طحن، فينا عيال فاهمة الدنيا وبتطلع طلعات فسح وبتاع، فينا عيال ضربة شعرها جل، فينا عيال. هو بيدور على نفس العينة بتاعت قبل الالتزام، هو لسه المزاج بتاعه ما هوش مزاج رباني، ما هوش مزاج الهداية، لسه المزاج بتاعه مزاج الهوى. فلسه داخل فيبص كده شكله ما ينفعش خالص خالص، وده تصريحة شعره تودي في داهية، ده انا اموت لو مشيت مع ده، وده يا نهار اسود لون القميص على لون البنطلون يدل ان هو يعني ما دخلش اتليهات قبل كده، وده هو عامل في نفسه كده ليه، وده شكله بسيط كده، وده يعني شكله لو نفضته كده وقلبته هينزل ايه 5 جنيه ولا حاجة، وده دول حبيبي بإذن الله ملوك الفردوس الأعلى بكرة بإذن الله سبحانه وتعالى.
تلازم. ما هو واحد زي ايه؟ زي مثلا مصعب بن عمير داخل كده دار الارقم لاول مره، بلال يا نار ابيض، ابن مسعود يا خراشي، افلح العبد. انت متخيل؟ ما عملش كده، ده لما دخل حبهم، ده لما دخل حضنهم، ده لما دخل بقوا هم صحبة بعض وداخلين في دم بعض. عارفين ليه؟ لانه عرف ان ده طريق عمره فقابل الصحبة اللي فيه، انما احنا لسه مش قابلين بعض، فعشان كده مش قادرين نبقى اسرة واحدة، عشان كده مش قادرين ندخل في دم بعض، عشان كده مش عارفين نندمج. ليه؟ لانك انت لسه ما فصلتش للطريق ده، والمزاج بتاعك انت عايز دين بنفس مقاييس الدنيا اللي بره في المتعة. انا عايز اقول لك انك عشان كده تلاقي مثلا في الورشة بعد الدرس بتاع الجمعة، تلاقي مثلا اخ ايه بص كده، ايه بص على الوعدين في الورشة شكلهم ايه، شكلهم مش ما 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 فيش حد فيهم سكس ابيل كده وواد فوتوجينيك كده، يقوم طاير على طول على بره. يا ابني انت مش فاهم، انت ما انتش فاهم قواعد الوصول يا ابني، دول هيبقوا عيلتك. هي يا عم هنوزع شل يا عم، رجالة اللي بيعملوا الورش عايزين نجيب اسمه ايه؟ انواع الجل الحلوة اسمها ايه؟ انا عايز حد يا عم يعلمني انواع الجل الحلوة يا عم عشان نطبق الحاجات الجميلة دي، عشان انواع الجل. هات يا عم الهيركود ولا هات اي حاجة ده. يا ابني افهم قيمة دول يا ابني، دول مستقبلك، مستقبلك. واخ قديم يعدي فيهم كلهم لسه اخوة صغيرين، يا عم انا ماشي. يا ابني ادخل ابقى اخ كبير ليهم. قال له هو انا لما بدخل البيت بلاقي كل اخوات اصغر مني، انا سايب البيت ده ما حطش داخله؟ انا محتاج عيلة اعيش معاها وفيدهم وهيفيدوك. والصغير ده بيبقى فيه لسه حيوية اخطر من الكبير اللي كلكع وعقد يعني يا اخوانا عايزين نفهم ازاي نوصل، عايزين نفهم. انا ليه تمسكي بآيات عباد الرحمن؟ يعني سبحان الله، ان انا حاسس ان عامله زي اصحاب الكهف كده، طريق بتديك، طريق بتديك، تصور شامل للحياة، بتديك مفاتيح للوصول الى الله، بتفهمك ازاي اولئك يجزون الغرفة بما صبروا. الغرفة قال لك الفردوس الاعلى دي درجات، الفردوس الاعلى نفسها درجات. قال لها يا الفردوس الاعلى دي مش الفردوس الاعلى، يا سلام، هي ارض الجولف كلها حاجة واحدة؟ هو نيويورك كلها مستوى واحد من المعيشة؟ حتى اعلى اماكن في الدنيا مايش حاجة واحدة، مايش حاجة واحدة. فالفردوس الاعلى درجات، واعلى الفردوس الاعلى حاجة اسمها الغرف، دي اعلى الفردوس الاعلى. الغرف نفسها درجات، واعلى الغرف الغرفة بالمفرد، افضل الغرف كلها. الناس دي فازت باعلى الفردوس الاعلى. ليه؟ بما ايه؟ صبروا. صبروا على ايه؟ اربع حاجات. صبروا على ترك المعاصي وهي في قمة الجاذبية، وهي في قمة التزيين والزخرفة. صبروا ان في وسط الواقع ده ما تأثروش بيه، واذا مروا باللغو مروا ايه؟ كرامة. يعني ايه مروا كرامة؟ الكريم عكس اللئيم، اللئيم من الالتئام. يعني ايه؟ يعني واحد مخلط، يعني ايه؟ يعني جواه شوية خير وشوية شر، فهو من بره اتيكيت والواد بيتكلم بذوق، انما تعالى دوس له على طرف كده تلاقيه بني ادم تاني يتحول. ليه؟ الشر اللي جواه ده كان جواه هو مخلط بس مش باين من بره. فاللئيم المخلط اللي جواه شر متلخبط، انما الكريم صافي المعدن اللي ما فيش جواه غير خير. فمهما شجر التفاح وقعدت اضرب عليها واقول لها طلعي جميز، هتطلع جميز؟ طلعي ليمون، هتطلع ليمون؟ ايه، ما بيطلعش غير تفاح، هو ما بيطلعش غير تفاح، كريم. فربنا بيقول لك واذا مروا باللغو، ومر بافلام السينما، ومر بمواقع النت ولقى صور يعني ملخبطه كده وهو ماشي في الطريق في الموقع الديني اللي داخل فيه، ومر بمتبرجات وهو ماشي، ومرت بشباب فاسد وهي ماشيه، ومر بمناظر للدنيا وهو ماشي، ومروا ايه؟ كرامه. يعني لما نزل للناس في الواقع نزل وهو نضيف وطلع وهو نضيف. يبقى نزل ما توسخش، يبقى نزل يجيب الشاب من بركة المجاري ينقذه، وطلع وهو نضيف زي ما نزل. اللي
دخل الميكروباص اتكلم عن ربنا بطريقة يعني فيها فن وفيها فقه وفيها رحمة، السواق غير وقلب قرآن وما لقطش كلمة من الأغنية شوشت له على قلبه لما روح. عشان كده عدنا بنقول للشباب ما تدخلش ما دام ما انتش متجوز على جولة فيها شاب واقف مع بنت. ليه؟ لان شاب بيقوم داخل يقعد يقول لي شاب اتقي الله ويبص للاخت كده في النص، اتقي الله ويبص للاخت في النص، فالشاب يعمل ايه؟ يتقي الله ويسيبها، وصاحبنا يروح البيت يلاقي دماغه شغال على ايه؟ شغال على الاخت. فانت ما ينفعش. يبقى انت اذا القضيه ان ازاي تبقى طاهر تدخل في وسط المجتمع وانت نضيف، قضيه انك ما تتاثرش بالفساد، انت اللي تاثر، انت اللي تغير. يجزون الغرفة بما صبروا، رقم واحد صبروا عليه، صبروا على الصبر عن الفساد مهما كان في إغراءات. رقم اثنين صبر على الطاعة، يبيتون لربهم سجدا وقياما. هو ربنا قال والذين باتوا ولا يبيتون، يبيتون ده مضارع يفيد ايه؟ مضارع يفيد ايه؟ يفيد الاستمرار. يعني مش بيقوم الليل يومين وسكن يومين ونام في الخط الباقي، الاستمرار. يمشون على الارض، يمشون مضارع ايه؟ مستمر، يفيد الاستمرار. يبقى انسان مستمر. ودي حاجة التالتة اللي صبر عليها، صبر على الاستمرار. يبقى رقم واحد صبر عن المعاصي، رقم اتنين صبر على الطاعات، رقم تلاتة صبر على الاستمرار. مين يعهد ربنا فيكم الوقت انه مش هيبطل حضور دروس لمدة سنة؟ مين يرفع ايده؟ يعهد ربنا انه مش هيبطل حضور دروس مدة سنة باذن الله. مش صدق وما ايه؟ ما عهد الله عليه. ما تعهد ربنا على حاجة يا ابني، مش ده الدين. الدين انك لازم تلزم نفسك في رقبتك بحاجة ربنا. لا انا ما اقدرش، يبقى انت دينك ضعيف اصلا، يبقى انت دينك مهزوز. ده دول عهدوا ربنا على انهم هيتذبحوا عشانه. مين يعهد ربنا انه هيستمر؟ عايزين نتعبد لله بعبادة الاستمرار، فثواب الاستمرار اعلى من ثواب العمل الصالح نفسه. ربنا بيدي ثواب على الاستمرار اعلى من ثواب العمل الصالح نفسه. ربنا يحب الاستمرار. كان عمله ديما، كان اذا عمل عملا اثبته. احب الاعمال الى الله ادومه وان قل، وان قل. ثبت في الالتزام درس واحد تحضره في الاسبوع بس استمر عليه. مين يعهد ربنا انه يستمر على حضور الدروس سنة؟ يعني احنا في شهر ايه الوقتي؟ هجري جمادة اول، لحد جمادة اول السنة الجاية الهجرية مش هيبطل حضور دروس. مين يعهد؟ ها ارفع ايدك. مين يعهد ربنا على الاستمرار؟ مين يعهد ربنا على الاستمرار؟ جميل جدا، حلو. في ناس هو بتعاهد، طب اللي رفعوا ايديهم ينزلوها تاني. مين تاني يا جماعة عاد ربنا ان انا يا رب مش هسيبك؟ تعرف يعني الاستمرار؟ يا رب انا مش هسيبك لمدة سنة. يا بايخ قوي، صح؟ وحشة قوي 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 ان انت كمان مش قادر تقول يا رب انا مش هسيبك قبل سنة، انا يا رب مكمل معاك سنة. ده اصلا وانت بتقولها المفروض تتكسف من نفسك. انت مش قادر تقول يا رب انا هحافظ على علاقتي بيك لمدة سنة. يا نهار اسود، لو ملك السعودية قاعد جنبنا دلوقتي وقال مين يعاهدني ان يبقى في مكالمة اسبوعية بينه وبين لمدة سنة، كم واحد هيرفع ايده في المسجد؟ انا لله وانا اليه راجعون. اللي رفع ايده ما يرفعوهاش. مين يعاهد ربنا لمدة سنة ما يسيبش بيئة الايمان بتاعت الدروس اللي موجودة ده؟ ايه مين يا رجالة؟ ارفع ايدك يا استرجل. ادي واحد وادي واحد رفع، يا عيني جدع ارفع كمان، ربنا يعينك ارفع كمان. لا اللي رفع ايده ينزلها، جزاك الله خيرا، ارفع كمان. تخافش يا ابني، ربنا يا اخوانا محدش هيوصل في الطريق ده غير اللي جاي بقلبه. اللي جاي متردد، اخاف، خايف من ايه؟ خايف من ايه؟ خايف ايه اللي ياخدك من ربنا؟ خايف ايه اللي يشغلك عن ربنا؟ زمان لما كنت بتحط في الموقف الصعب اللي انتوا اتحطيتوا في الوقت ده، كنت برفع ايدي وانا برفعهاش، كنت برفعها واقول في نفسي ايه؟ ما هو انا لو ما كملتش كده كده ضاعت، فانا مش خسران حاجة. يعني انا خايف
ان انا مش عايز الزم نفسي احسن نستمرش. طب ما انا لو ما استمرتش كده كده كل حاجة ضاعت. يا عم ارفع ايدك يمكن ربنا يقبلك. ارفع ايدك ارفع ايدك ياض خرشي. يا شعب مصر. يا مصريين. مين يعد ربنا لمدة سنة يفطر فول كل يوم؟ مين يعد ربنا لمدة سنة يتغدى كل يوم؟ مش خايف على دي ليه؟ مين يعد ربنا لمدة سنة؟ لو بنت قالت لشاب الوقت قدام المسجد او عاهدني انك مش هسيبني طول العمر، يقول لا والله والله مرتين. خايف تعهد ربنا؟ احنا وصلنا للوقت النهائي بتاعنا ونحن نتحدث في النصف الاول من اول آية 63. انا قاصد والله يا جماعة، والله العظيم انا قاصد، انا جاي وبقول يا رب ما اخلص، يا رب انا مش عايز اخلص البتاع دي الايات ديت في مرة ولا في مرتين. ليه؟ انا عايز ما تكرر تقرر. وانا بقرأ في سورة الحج من يومين قول الله واحلت لكم الانعام الا ما ايه؟ ما يتلى، مش ما تلي، ما يتلى عليكم. لازم مضارع مستمر برضو. لازم علاقتك بالقرآن تبقى علاقة مستمرة، لازم علاقتك بالقرآن تبقى علاقة متوالية عشان تخرج بالثمر بتاعتك. فأنا نفسي ان المعاني دي سبحان الله العظيم هناخد مع بعض ان شاء الله بإذن الله، يعني الاربع الجاي بقى بإذن الله سبحانه وتعالى هناخد مع بعض الاعجاز بتاع الترابط في الايات دي. ازاي ان كل لآية بتسلمك لآية اللي بعدها، كل لفظ بيسلمك اللفظ اللي بعده، لحد ما بتلاقي نفسك انت وسط منظومة وسط حياة. هناخد مع بعض حاجة جميلة قوي يا جماعة. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون ولا يزنون. ايه اللي يجيب الآيات دي وسط آيات عباد الرحمن؟ محدش فكر يزنون إلا من تاب. ربنا جايب اللي زنى وتاب مع عباد الرحمن اللي بياخدوا اعلى الفردوس الاعلى في الجنة. محدش المعنى ده وقفه، محدش المعنى ده هز قلبه في ايات عباد عباد الرحمن. عباد الرحمن اللي من رحمته هيقبلك مهما كان الماضي بتاعك، هيقبلك مهما كانت المعاصي بتاعتك. الناس دي عاشت في بيئة ايمان. اللي احنا عاملينه لكم الاربع ده بيئة ايمان. الوقت باذن الله سبحانه وتعالى انتوا هتتقسموا نصين يا اخواني، خلاص نص هنا ونص هنا، نص الشيخ احمد جلال هيقعد معاهم ونص انا هقعد معاهم. محدش عارف الشيخ احمد جلال يقعد هنا ولا يقعد هنا. يعني عشان مش كل يوم رايح بقى هنا اقول لك الشيخ احمد جلال هنا واقعد انا اعد في النجوم هنا، الكلام ده مش نافع معانا الكلام ده. بصوا انسوا انتوا بتتعاملوا مع اذكى جهاز مخابرات في العالم. نص هنا ونص هنا باذن الله سبحانه وتعالى، خلاص. واللي الشيخ احمد جلال هيقول لي عليه هنا ولا هنا هقعده. يعني ايه هنا؟ ايه هنا؟ لازم نتعلم الجنديه في كل حاجه باذن الله سبحانه وتعالى. هنتكلم عن ايه؟ هنعمل ورشه ورشتين، ورشه مع الشيخ احمد ورشه معايا عن الدعوه الى الله، تكملة للدرس بتاع يوم الجمعة اللي فات. مش قادر اسكت عن ليه انت بطيء في الدعوة، ليه نقول للاخوة طلب علم، ليه نقول للاخوة طلب علم، الاخوة تطير على طلب العلم، نقول للاخوة قيام الليل، الاخوة تشتغل في قيام الليل، نقول للاخوة دعوة، حدش عايز يشتغل في الدعوة، ليه؟ مشكلتك ايه؟ الورش المرة اللي فاتت عملناهم عن كده وبدأنا نسمع الشباب، ولكن لا نزال عايزين نسمع اكتر، عايزين نسمع بنفسنا بقى دلوقتي باذن الله سبحانه وتعالى. مشكلتك ايه؟ حاسس انك جديد؟ ما انتش لاقي كلام تقوله؟ مكسوف؟ حاسس ان انت خايف تقول للناس حاجه وانت ما بتعملهاش؟ فما تبقاش منافق، خايف احسن النهارده تتكلم في ايه؟ مشكلتك ايه؟ اللسان ده ما بيتكلمش عن ربنا ليه؟ اللسان اللي ما بيبطلش كلام ليه النهارده بيتكلمش عن ربنا ليه؟ وبكل حنان وبكل رفق نبدا نتكلم مع بعض في جلسات افتح لي قلبك. افتح لي قلبك، ايه مشاكلك؟ ايه اللي منعك؟ اصل انا ما اتربيتش، اصل انا ما عنديش لسه معاني ايمانيه، اصل انا ديني ضعيف فلما بشتغل في الدعوه ديني بيضيع، اصل انا عايز اتربى، اصل انا عايز حد يسمعني الاول. هنسمعك وهنتكلم معاك، ولازم يبقى في التحام مباشر بينا وبينك باذن الله سبحانه وتعالى. ان شاء الله باذن الله يا اخواني فورا الوقت ان شاء الله باذن الله فورا باذن الله
يا ريت يعني الجلسة تبقى يعني الشيخ أحمد جلال وأنا مع بعض يعني عامة هنا، هي الفايدة تبقى أكبر. بس هو عايز يبقى احنا الاثنين مع بعض، يعني ايه احنا الاثنين مع بعض وكل واحد سؤال يعني. الشيخ احمد جلال ما شاء الله يعني ما عندوش مشكله، ما شاء الله مرونه، يعني نفسي اتعلم المرونه منه، ربنا يحفظه. بس انا حاسس ان يعني ايه جو الورش ده انا عايز نتعود عليه، يعني عايز نتعود على الجو ده، عايز نتعود على جو السكشن اللي بعد المحاضره. يعني انتوا دلوقتي سمعتوا محاضره للشيخ احمد ومحاضره ليا، عايزين سكشن بقى. قول لي يا ابني ايه مشكلتك، ما بتنفذش ليه؟ انا عايز اسمع منك ليه ما بتنفذش، ايه اللي منعك، ايه اللي معطلك؟ وهيبقى في فايده جميله، ايه اللي هنا بقى يستفاد من اللي هنا، واللي هنا بقى يستفاد من هنا. والدنيا دي مش اخر جلسه تفتح لقلبك، كان ربنا احيانا باذن الله سبحانه وتعالى. وان كان انا نفسي والله نبقى مع بعض ونقول للناس والفايده تعم، وحتى الاخوات يستفادوا، بس لازم نعمل يعني ايه مقلب في الاخوات. وما يعني ما هو كده لو احنا عملناه عم يستفادوا، احنا مش عايزين يستفادوا. لا ان شاء الله الاخوات باذن الله بيترتب لهم موضوع ورش باذن الله ليهم، باذن الله نطلعهم صنايعيه محترمين. بس جمعيه الوجوه المشرقه عملت مشروع للتوافق بين الاخوه والاخوات الراغبين في الزواج، ومعنا الان استمارات لمن يرغب في الزواج، يملى استماره ولا سوف نتصل به. وعند الاخوات فوق استمارات مع زوجه الشيخ احمد جلال. طب خلاص الاخوات بقى ما هماش عايزين الوقت نفتح لقلبك ولا الكلام كله. اخوات الوقت سيبوهم يعيشوا مع استمارات الزواج بقى. وطبعا الاخوه اللي قاعدين تحت يا عم، اخوه مفلسين، لا لاقين يتجوزوا ولا لاقين يعملوا. فيعني موضوع الاستمارات ده بعدها باذن الله سبحانه وتعالى. يلا يا اخواني يلا نقسم نصين. ايه؟ لو اردناك جعلنا كل ما فيك يردنا. أيها المعرض عنا، أيها المعرض عنا، إن إعراضك منا، إن إعراضك منا، لو أردناك جعلنا، لو أردناك جعلنا كل ما فيك يردنا، لو أردناك جعلنا كل ما فيك يردنا.